يا ربعنا هلو يا ربعنا جودو اللي يرضي بالذل إش قيمة وجوده. نموذج آخر لفلسطين التي تتغلغل في القلب فتفيض بحب لا ينضب، حسين منذر العاشق الذي جعل من صوته نافذة تطل على ما يصدح به القلب من حب وانتماء. واللي ما يرضى القهر بيفرض وجوده ويرد الضيم عن أرض العرب. يا باي أبو علي المنشد الأول لفرقة أغاني العاشقين كان فلسطينياً ليس بصوته وإنما بدمه، ولو امتدت جذور عروقه إلى بعلبك اللبنانية. عين الحلوة والنبطية وحنا ردينا الآلية. فإذا غنى لفلسطين غنى لها بجوارحه حتى لتشعر أنها تتدفق من تلك الجوارح. فإذا أنشد لأسراها حزناً أو رفع بصوته الجبلي صخور التحدي من أجل انتصار الثورة، ترقرقت الدموع في عينيه وأبكى معه الحاضرين. بألحان تهز المشاعر والضمائر وقصائد تذكي الحنين إلى أرض ما فارقت دمه، كان حسين منذر نبراساً للأغنية الثورية العربية، صوت نابع من جذور القلب. وحده كان يستطيع أن يجعل الثورة الفلسطينية سلاحاً في أغنية وأغنية في ثورة. صاحب يا طالع جبال النار ومن سجن عكا ظل جديراً بكل تكريم في كل مكان حطت به رحال العاشقين، وهي تحمل فلسطين على أكف النشيد لتهديها إلى عواصم عربية شتى، وليحظى حسين منذر بما يستحقه من الحب. نهوى ظلام السجن يا رب كرمالي، يا رب يوم تندهي بتبين رجالي. فرقته كانت عنوانا مسلحا بالعشق والعاشقين، فهو واحد من ملايين العاشقين الذين اختاروا فلسطين وطنا لهم، تغمرهم بروحها ويغمروها بحب لا ينضب. رحل حسين منذر ولم يرحل، كان يغني لفلسطين فصارت فلسطين تغنيه الآن.